اكتشف العلماء 15 هيكلاً عظمياً غير مكتمل تعود لجنس غير معروف من قبل شديد الشبه بالبشر، أثر عليها في كهف سحيق قرب جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا. العلماء يعتقدون أن الاكتشاف والذي أطلق عليه اسم إنسان ناليدي سيغير المفهوم الحالي عن أصل البشر، فهذا النوع من الكائنات كان يمارس طقوساً شبيهة بما نقوم به. كجنس بشري أدركنا أننا فانون، وأدركنا أن الآخرين مآلهم أيضاً الفناء، لذا نقوم بعزل جثامين أقربائنا وأصدقائنا عن المحيط ونضعهم بعيداً. كنا نعتقد أننا فريدون في هذا المجال. اليوم أدركنا أن أجناساً أخرى كانت عندها نفس القدرات. يقدر العلماء أن إنسان ناليدي عاش في إفريقيا قبل 3 ملايين سنة. الهياكل المكتشفة تعود لذكور وإناث من أعمار مختلفة، وتظهر أنهم كانوا يملكون جماجم صغيرة نسبياً وأطرافاً أقل تطوراً من أطراف البشر. إن كنا نتقاطع مع إنسان ناليدي بدفن الموتى، فربما نتشابه بطبع القبل على وجوه الأحباء.